صباح الخير متابعي قناة دجلة الفضائية. اليوم جولتنا غير شكل، جولتنا اليوم مع قادة ورجال بارزين وفنانين ورياضيين. تعالوا ويانا في متحف الشمع في مدينة جيفيلاند في السليمانية. هذا المعرض أول مرة موجود في تشافيلاند، هاي أول معرض موجود بالعراق، متأسس من شخصيات أدباء، شعراء، رؤساء، رياضيين، يجون السواح من بغداد، يعني من مناطق أخرى، أغلبية العرب يجون هنايا. كل شخصية موجود اسمه مواليده وكان شنو شخصيته، مثلا بكردستان أو بأمريكا أو دول الأخرى، يقرون أشياء التعليمات عليهم والصور والتصوير. يعني الأغلبية السواح من يجون يعني عجبهم المعرض. والله متحف الشمع موجودة بتشافيلاند، طبعا مكان يخبل لأن بيها هواي شخصيات، مكان جدا جميل، وهي موجودة فقط بتشافيلاند، ما موجودة بغير محافظات، فهي يعني هواي شخصيات موجودة، فنتمنى من الزوار يجون يزوروها لان المكان فعلا كل جميل. يجون اكيد ياخذون صور ويا شخصيات، يظل ذكرى حلوه بالنسبه لهم، لان مثل ما قلت لكم متحف الشمع موجوده فقط بسليمانيه بتشافيلاند، ما موجوده بغير محافظات. صراحة أول مرة أشوف متحف شمع، فحبيت إنه أشوف شلون الأشكال تصير، شلون ملامحهم وهيجي، وأتمنى يكون موجود بباقي المحافظات، فإن شاء الله يفتحوهم يعني. نتمنى ان استمتعتم في جولتنا في متحف الشمع، على امل اللقاء في جولات جديدة. من السليمانية مخلد محمد، قناة دجلة الفضائية.